نصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة، رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، في كمان نشاط للرياح ببعض المناطق ليلا، وده هيساعد على تلطيف الأجواء مع وجود نشاط للرياح على شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أخبار الطقس إيه النهاردة وبالنسبة للرطوبة؟ وطبعا الحمد لله في مزيد من التحسن في الاحوال الجويه، يمكن بدانا التحسن ده منذ عده ايام ومستمر معانا اليوم وخلال الايام المقبله كمان. درجات الحراره تعتبر اقل من المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، لان احنا بنتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده بيعمل على انخفاض درجات الحراره وكمان توزيع الرطوبه في عمود الهواء ككل، بالاضافه كمان على سطح الارض بنتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى او المرتفع الازوري اللي دايما مع كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي معتدله ويعني منخفضه في درجات حرارتها عن الكتل اللي كانت بتأثر علينا خلال الايام الماضيه، فده اللي ادى لانخفاض درجات الحراره. يمكن في عده عوامل، رغم وجود نسب رطوبه في عده عوامل بتساعد ان احنا ما نحسش بوجود نسب الرطوبه، زي المنخفض الجوي وزي كمان نشاط الرياح اللي بيبقى موجود معانا بيساعد بشكل كبير على عدم احساسنا بنسب الرطوبه اللي موجوده في الجو. العظمى اليوم على القاهره الكبرى في الظل هتكون 33 درجه مئويه، هنحدها لو تكون 35 درجه مئويه، ويمكن معظم المحافظات زي ما قلنا بتشهد انخفاض في درجات الحراره. السواحل الشماليه متوسط درجات الحراره 30 درجه مئويه في الظل. فالطقس فتره النهار هو طقس حار رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، طقس شديد الحراره على المناطق الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكن طبعا هو اقل حده من الايام الماضيه بشكل كبير. ده خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحراره، وبنحس بيه اكتر كمان ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. الاجواء بتكون اجواء معتدله على معظم المناطق اللي موجوده في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بالاضافه كمان مع وجود نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهوريه بيبدا معانا بعد فترات المساء ودخول ساعات الليل، بيساعد بشكل كبير نشاط رياح على عدم احساسنا بنسب الرطوبه الكبير فتره الليل، فبالتالي بيساعد على احساسنا بانخفاض درجات الحراره ونزمات الهواء اللطيفه كده اللي بنحس بيها فترات الليل في معظم محافظات شمال البلاد. بالاضافه كمان نشاط رياح ده هيؤدي ليه يعني ارتفاع امواج على شواطئ البحر المتوسط وخاصه المنطقه الغربيه، يعني شواطئ العلمين والاسكندريه وبلطيم ودمياط وبورسعيد، لان سرعات الرياح هتتراوح ما بين 40 الى 50 كيلو متر على الساعة، وده بدوره هيؤدي لارتفاع في الأمواج، ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 2.5 متر، فالبحر هيكون بالنسبة للسادة المصطفين لازم ياخدوا حذرهم بشكل كبير، لأن هيكون في يعني البحر غير مناسب لأعمال التنزه، لازم ناخد بالنا بشكل كبير، لكن أعمال الصيد والملاحة البحرية ممكن ما فيش مشكلة نقدر نقوم بأعمالنا، لكن طبعًا أعمال التنزه والسادة المصطفين على الشاطئ لازم نتوخى الحذر بشكل كبير وعدم التعمق داخل البحر المتوسط. بالاضافه كمان ان احنا عندنا اضطراب الملاحه البحريه على خليج السويس، لان سرعات الرياح على خليج السويس توصل ل 70 كيلو متر على الساعه، فده بدوره هيؤدي ايضا لارتفاع الامواج داخل خليج السويس ما بين 2.5 ل 4 متر، فلازم ناخد بالنا لان المنطقه دي هتبقى غير في خليج السويس غير مؤهله لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. يمكن بصفه عامه هي الاجواء فيها التحسن، هو فقط بس على عندنا اللي هو يعني لازم نتوخى الحذر مع ارتفاع الامواج على شاطئ البحر المتوسط او اضطراب الملاحه البحريه على خليج السويس، لكن غير كده الاجواء مستقره بشكل كبير. بنوه كمان ان نشاط الرياح ده ممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه في بعض المناطق من اقصى الصعيد، يعني اسوان وابو سندل ممكن نلاقي عليهم اتربه ورمال مثاره ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، لكن المناطق الشماليه حتى شمال الصعيد الاجواء عليها مستقره بشكل كبير، ومتوقع استمرار التحسن في الاحوال الجويه حتى يعني نهايه الاسبوع المقبل ان شاء الله. احنا متوقعين يكون متوسط درجات الحراره خلال الايام المقبله على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه، فطبعا ده الحمد لله يعني نقدر نقول هي اجواء الصيفيه المعتدله لمثل هذا الوقت من العام.
لكن دايما احنا فتره الظهيره اكيد مع سطوع اشعه الشمس وفتره الذروه بنحس ان درجات الحراره مرتفعه، لان احنا ده طبيعي، احنا فصل الصيف وتحت اشعه الشمس. صحيح. عشان كده احنا دايما بننوه وبنحذر ان احنا لو اضطرينا للخروج في الاوقات دي وخرجنا لازم دايما يكون معانا غطاء للرأس شمسيه او كاب، اي شيء يحميه من اشعه الشمس المباشره. وطبعا نصيحه للسيه في الصيف ان احنا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، واهمهم الميه، تبقى ازازه الميه موجوده في ايدي على مدار اليوم، وكمان نتواجد في اماكن جيده للتهويه، ده هيساعد على عدم الاحساس بنسب الرطوبه ويساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحراره. ونشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24، وهي نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 34-24. في الإسكندرية 30-23، أيضا في العلمين الجديدة 30-23. مطروح 29-23، ودمياط 30-25، بورسعيد 31-25، والإسماعيلية 34-23. هنروح لسويس، العظمى هناك 33 والصغرى 24، وفي العريش 30-24. كاترين 33 هي درجة الحرارة العظمى، والصغرى 17، وفي طوبة 36-25. حلايب 37-30، شلاتين 40-28، شرم الشيخ 38-29، والغردقة 38-28. في الفيوم درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24، وفي بني سويف أيضا 36-24. الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى فيها 40 والصغرى 27، وفي أسيوط 37-23. سوهاج 38-25، هنا 39-25، الأقصر 40-26، وفي أسوان 41 والصغرى 28. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى لمنى ومتابعة أهم الأحداث النهاردة مرة تانية ليك يا منى. شكرا ليك يا هالة، وشكر موصول دايما لدكتورة منار غانم، والشكر ليكم انتوا الاثنين ان الجو ابتدى يتظبط شوية. الحمد لله. بشرة خير. شكرا جزيلا. الحمد لله. العفو.